انتظرت. انا قررت السنة دي وانا هو عندي 38 سنة قررت ان انا اغني. الحقيقة 38 ماشي. ها قررت ان انا اغني. فالعشر سنين الجايين كلهم هتسمعوني عمرو مصطفى المطرب مش الملحن. بس انا حطيت هدف. الاول اتعلمت من 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 عمرو دياب، اتعلمت من سميرة سعيد، اتعلمت من الشاكي مالي، اتعلمت من ناس كتيرة. الناس دي من غيرها انا ما كنتش هبقى عمرو مصطفى. ولكن الناس دي ساعدتني وكبيرة عليا. دايما بتشوفوا مشاكل في الصحافة وعمرو مصطفى مش عايز يشتغل مع مش عارف مين، لا الكبير كبير. بس كبير كبير. فضلت أقوى موقع فني في مصر.